اقتحمت شرطة مكافحة الإرهاب الألبانية مبنى السفر الإيراني الفارغ في تيرانا بعد ساعات من حرق دبلوماسيين إيرانيين أوراقا داخل المبنى، وذلك عقب قطع ألبانيا العلاقات الدبلوماسية مع إيران بسبب هجوم سيبراني شنته طهران على مؤسسات حكومية ألبانية منتصف يوليو الماضي. اليوم نسأل، هل أصبحت الهجمات السيبرانية سلاحا جديدا تعتمده إيران بمواجهة خصومها؟ وما الذي ستتخذه القوى الغربية والولايات المتحدة لردع هذا السلوك الإيراني؟ ولماذا تم الهجوم أصلا في ألبانيا؟ على الرغم من الهدوء الذي يخيم على محيط السفارة الإيرانية في ألبانيا من الخارج، فإن موظفيها من الداخل كانوا منهمكين منذ ساعات الصباح في حرق أوراق تبدو مهمة، وذلك قبل ساعات من مغادرتهم مبنى السفارة. وحسب ما نقلت رويترز عن شهود عيان، فقد ألقى رجل داخل السفارة الإيرانية أوراقا في برميل قبل أن يضيء اللهب جدرانها المكونة من 3 طوابق. يأتي ذلك فيما اقتحمت شرطة مكافحة الإرهاب الألبانية مبنى السفارة الإيرانية لتفتيشه بعد هروب الدبلوماسيين الإيرانيين منه. إجراء إيراني ينم عن تخوف ومحاولة لمحو الأدلة على ما يبدو بعد أن أعلن رئيس الوزراء الألباني إيدي راما قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران على خلفية هجوم سيبراني استهدف البلاد في منتصف يوليو الماضي. وطلب راما في خطاب تلفزيوني من الدبلوماسيين الإيرانيين وبقية الموظفين الآخرين في السفارة الإيرانية مغادرة الأراضي الألبانية في غضون 24 ساعة. تحركات ألبانيا ضد إيران حظيت بترحيب أمريكي، فقد تعهدت واشنطن باتخاذ المزيد من الإجراءات لمحاسبة إيران على هجومها السيبراني الذي هدد دولة حليفة للولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي. وتوترت العلاقات بين إيران وألبانيا عندما استضافت الأخيرة في العام 2014 حوالي 3000 عضو من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة التي تعتبرها طهران منظمة إرهابية. وبعد أيام من الهجوم السيبراني في 15 يوليو الماضي، أفادت وسائل إعلام في تيرانا بأن القراصنة الإيرانيين نشروا بيانات شخصية لأعضاء المعارضة الإيرانية كانت محفوظة في حواسيب حكومية في ألبانيا. حول هذا الموضوع أرحب بضيوفي عبر سكايب من العاصمة الألبانية تيرانا، نائب في البرلمان الألباني تولنت بالا، ومعي من طهران المحلل السياسي والخبير في الشؤون الإيرانية والإقليمية محمد مهدي شريعة مدار. وأرحب أيضا بضيفي من واشنطن كبير الباحثين في أتلانتيك كونسل، نائب مساعد وزير الأمن الداخلي الأمريكي السابق لسياسات مكافحة الإرهاب توماس واريك. مرحبا بكم ضيوفي الكرام. أبدأ من طهران سيد محمد مهدي شريعة مدار، هذه الاتهامات التي وجهت لإيران بشن هذه الهجمات السيبرانية على ألبانيا رغم أن العلاقة كانت طبيعية بين الجانبين، لماذا برأيك يتم تحديد هذا البلد لشن مثل هذه الهجمات؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفيك ولمشاهدي قناة الحر. أولا، إيران نفت بشكل رسمي القيام بهذه الهجمات السيبرانية. ثانيا، كالعادة نحن نشاهد في هذا الحدث تغيير الضحية مع المعتدي. إن ألبانيا استقبلت مجاهدي خلق، وحركة مجاهدي خلق لا تحسب حركة إرهابية إيرانيا، وإنما وضعت على لائحة الإرهاب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية. هي منظمة إرهابية دوليا وليست إيرانيا. وهناك أيضا جيش سيبراني وإلكتروني لهذه المنظمة في ألبانيا. السؤال الأدق هو أن يكون، لماذا لم تقم إيران لحد الآن بالرد على هذه الاعتداءات والهجمات السيبرانية؟ لأنه كل أي دولة إذا تعرضت إلى أي اعتداء، إن كان اعتداء عسكريا أو اقتصاديا أو سيبرانيا أو ما إلى ذلك، لها الحق
أن ترد على ذلك. إذا السؤال الصحيح والذي يطرح يعني هل كانت لدى إيران سيد محمد مهدي شريعة مدار؟ لماذا لم تقم إيران؟ هل كانت لدى إيران أدلة بأن مجاهدي خلق أو الجانب الألباني قد قام بالفعل بهجمات سبرانية ضد إيران؟ أولا استضافة ألبانيا لحركة مجاهدي خلق أمر معروف دوليا. ثانيا الجيش الإلكتروني لمنظمة مجاهدي خلق معروف، وهناك صور عن الصالات التي تضم العدد الكبير من أعضاء منظمة مجاهدي خلق والذين يقوم، وهناك اعترافات من قبل بعض الذين كانوا يعملون ضد هذا الجيش. لماذا إيران لم تتخذ أي إجراء إذا كان الأمر كذلك سيد شريعة مدار؟ لماذا إيران لم تتخذ إجراء في السابق وانتظرت حتى يتم اتهامها بأنها هي من تقوم بهذه الهجمات، وتعلن اليوم بأن الطرف الآخر هو الذي قام بهذه الهجمات، وتقول هذه الهجمات قد حصلت وهناك اعترافات وهناك صور وما شابه؟ لا، إيران دائما أعلنت ذلك ونشرت الصور ونشرت التقارير ونشرت الاعترافات لبعض أعضاء منظمة مجاهدي خلق. ربما أنت غير مطلع على ذلك، نشرت الكثير من التقارير على ذلك واعترضت. وأساسا العلاقات الإيرانية الألبانية كانت تعاني من مشاكل بسبب هذه النقطة بالتحديد. لذلك ليس صحيحا أن إيران لم تعلن ذلك. والسؤال كما قلت سابقا، يعني اليوم الكثير يطالبون بأنه لماذا لم تقم إيران بالرد على هذه الهجمات كما قامت بالرد على الهجمات العسكرية التي ربما عانت منها هنا وهناك. طيب. إذن أتصور أن هذا الحادث هو حادث مفتعل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الإسرائيلي، اللذين كان أول من يعني صرح او اصدر بيانات. اذا حدث مفتعل تقول سيدة شريعة مدار، وجود علاقه بين هذا الحدث. نستمع من ضيفنا من هنا من واشنطن سيد توماس. نعم. واريك يقول ضيفي من طهران سيد توماس بان هذا الحادث مفتعل، الولايات المتحده واسرائيل يعني كانت لديهما مواقف مباشره بعد الاعلان عن هذه الهجمات التي يقول بان ايران بريئه منها، وبالعكس ان ايران هي التي تعرضت في السابق لهجمات سبرانيه. دعنا نبدا ببعض الحقيقه هنا. الحكومة الإيرانية ومجاهدي الخلق كانوا يشنون حملات ضد بعضهم البعض منذ أيام الثورة الإيرانية، عندما مجاهدي الخلق لم يحبوا الاتجاه الذي كان يقود الخميني فيه إيران، والنظام الإيراني قمع وقتل الآلاف من داعمي مجاهدي الخلق. مجاهدي الخلق ذهبوا إلى العراق في ذلك الوقت وفي ظل صفقة للأمم المتحدة أو للولايات المتحدة، مجاهدي الخلق خرجوا من العراق وألبانيا قبلت أن تستضيفهم. ما حدث هو أن الإيرانيين يحاولون أن يستمروا في شن حربات هجمات بالوكالة ضد مجاهدي الخلق الذين استمروا في أنشطتهم السياسية. ما حدث هو أن الحكومة الألبانية تدخلت وطردت دبلوماسيين إيرانيين، شيء أن تحارب إيران هذه المجموعة، مجموعة مجاهدي الخلق، وشيء آخر أن تهاجم إيران المواقع الإلكترونية للحكومة الألبانية بطريقة كما تستخدم الحكومة الإيرانية الإنترنت للتواصل مع شعبها. إيران أيضا عرضت دول بريئة لهجماتها مثل طيب. ألبانيا. سيد توماس، يعني هذا رد الفعل الأمريكي، هناك رد كان من عضو جمهوري على ما حصل في ألبانيا، هناك رد من البيت الأبيض في بيان كذلك المتحدثة باسم البيت الأبيض، يعني ردود فعل كثيرة صدرت من الولايات المتحدة حول ما حصل في ألبانيا. أسألك، هل هناك أي خصوصية لهذا البلد بالنسبة للولايات المتحدة غير أن مجاهدي خلق متواجدة فيه وهي الجهة المعارضة لإيران؟ هذه واحدة من مجموعات معارضة كثيرة.
الهجوم ضد الحكومة الألبانية يعتبر من جانب الولايات المتحدة كأنه هجوم على دول حليفة أخرى. وإيران لها تاريخ طويل، فهي قامت بهجمات سيبرانية في البحرين وضد السعودية وضد دول عربية أخرى، وهذه الهجمات معروفة وموثقة. وكذلك الهجوم في 15 يوليو على ألبانيا. الخبراء السيبرانيين من الولايات المتحدة ودول أخرى حللوا الهجوم ووجدوا بسرعة بصمات أصابع رقمية لإيران، وإيران دورها في دعم هذا الهجوم معروف الآن. والسؤال، بعد أفعال الأمس وقطع العلاقات مع إيران، ما هي الخطوات التالية التي سيتخذها الألبانيون ويدعو دول أخرى مثل أمريكا لاتخاذها؟ وهذا ما أعتقد أننا سنراه في الأيام القادمة. الكثير من اللاعبين السيبرانيين المسؤولين عن هجمات يوليو هم تحت عقوبات أمريكية ودولية الآن، وهناك القليل الذي يمكن عمله من خلال العقوبات. ما سنراه هو جهد لطرد لتعرية العمليات الإيرانية حتى يرى العالم الدليل الذي يظهر كيف أن الحكومة الإيرانية تهاجم الدول التي تحاول ألا تقحم نفسها في هذا الصراع. سيد مهدي، شريعة مدار، يعني وصل الحد بردود الفعل التي نستمع إليها دوليا حيال ما جرى بالحديث عن تفعيل المادة 5 من معاهدة الناتو ضد إيران، والمتعلقة بأن أي عضو من أعضاء الناتو يتعرض لأي هجوم عسكري فيجب على بقية الدول أن تقوم للدفاع عنه. حتى الآن لم يتم تحديد ما إذا كان هذا الهجوم السيبراني يرتقي لأن يكون عسكريا أو لا، ولكن هناك بحث عن إجراء ضد إيران. برأيك إيران كيف ستتصرف حيال يعني الحديث عن تفعيل مثل هذه المادة؟ هل ستتفرج؟ هل ستقوم بتقديم أدلة لبراءتها أم ماذا؟ أولا، نحن نتوقع أن تكون هناك ضغوط أكثر في المستقبل، لأن الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس بايدن لا يمكنه أن يعمل شيئا في مجال الاتفاق النووي، ولذلك يحاول وتحاول الولايات المتحدة أن تفتعل هذه الضغوط. لاحظنا أنواعا من هذه الضغوط سابقا، إن كان في الأرجنتين أو بعض الادعاءات الأخرى. مجرد أن يقول ضيفك السيد توماس بأن هناك، يدعي بأن هناك بصمات، هذا يعني أنه لا توجد أدلة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، إيران ليس عليها أن تثبت براءتها. من يدعي أن إيران هي متورطة أو هي التي تقف وراء هذه الحملات عليه أن يبرز أدلته، لأن الأساس والأصل هو البراءة وليس يعني، وهذا مبدأ قانوني معروف. الذي يدعي وجود أو ارتكاب فعل خطأ أو جريمة عليه أن يبرز الأدلة. ثم أريد أن أنبه السيد توماس بأن إيران كانت دائما الضحية في التعامل مع منظمة مجاهدي خالق، وهناك الآلاف من الشهداء الذين ذبحوا وقتلوا بواسطة عناصر منظمة مجاهدي خلق وباعترافاتهم هم. يعني هناك اعترافات كثيرة في القيام بهذه الجرائم. أنا أود أن أسأله، هل وضعت الولايات المتحدة الأمريكية منظمة مجاهدي خلق على لائحة الإرهاب أو لا؟ هل هناك أدلة دامغة تثبت تورط منظمة مجاهدي خلق بعمليات الإرهاب في الداخل الإيراني؟ ثم بعد كل ذلك يقول إن إيران هي، هذه هي الحقيقة التي يعني هذه هي التي دائما نراها، أن ولكن يضع هذا الضحية مكان المعتدي والجان. ألا يكون مبررا بالنسبة لمن يتابع هذا الأمر إذا كانت إيران تنظر إلى هذه المنظمة بأنها منظمة إرهابية وتقول أن هناك أدلة كثيرة على قيامها بأعمال إرهابية كما ذكرت حضرتك،
فهذا سيكون مبررا لأن تقوم إيران باستهداف البلد الذي يعني يحتضن هذه المنظمة. نحن نتذكر أن هذه المنظمة حينما كانت في العراق بعد سقوط نظام صدام حسين قد قصفت المناطق التي كانت تعيش فيها هذه المنظمة بالصواريخ. أولا، ليست إيران هي التي تقول هذه منظمة إرهابية، هي منظمة إرهابية لأن هناك أدلة دامغة على ذلك، وقد أبرزت هذه الأدلة بالإضافة إلى أنها وضعت على لائحة الإرهاب من قبل أكثر من دولة وجهة دولية. لذلك ليس ادعاء إيرانيا وإنما حقيقة يعترف بها المجتمع الدولي. هذا أولا. ثانيا، إيران كما أعلنت لم تقم بهذه الحملة مطلقا، لكن حتى يعني السؤال هو لماذا لم تقم؟ لأن بالنسبة للحكومة الألبانية، نعم، حينما توجه ضربة أو حملة أو هجوم من أي مكان ضد إيران، إيران لها الحق أن ترد على ذلك المكان. السؤال الأصل الأساسي يجب أن يكون: لماذا تستضيف الحكومة الألبانية هذا الجيش الإلكتروني الإرهابي؟ لماذا تقدم لهم كل هذه الخدمات؟ بدل أن نطرح السؤال على الحكومة الألبانية التي تعتدي بسياساتها وبدعمها لمنظمة مجاهدي خلق الإرهابية لأن تقوم بكل ما تقوم به من حملات عدوانية ضد إيران. يعني السفارة الإيرانية كانت متواجدة قبل أن يتم إنهاء عمل الدبلوماسيين الإيرانيين من ألبانيا، وقبل أن يتم إغلاق هذه السفارة الإيرانية في ألبانيا. لماذا لم تقم أساسا السفارة الإيرانية بتقديم كل هذه الأسئلة اللي حضرتك الآن تطرحها؟ ما بقي لدي من وقت، اسمح لي سيد شريعة مدار أن أذهب به إلى ضيفي سيد توماس. أنا قلت لك سابقا، نعم. أنا قلت لك سابقا بأنها طرحت كل هذه التقارير. طيب، واضح. طرحت كل هذه التقارير، قلت لك سابقا. تمام، واضح. لكن لم يستمع الألبانيون لذلك. تمام، سيد توماس وارك، ما بقي لدي من وقت ربما دقيقة ونصف. الإجراءات التي سيتم اتخاذها، نحن الآن نتحدث عن مواقف إدانة وشجب من قبل الولايات المتحدة وأكثر من دولة، هل سيتم الاكتفاء بهذه الإدانة أم أن هذا الأمر ربما سيذهب لملفات عالقة أخرى مع إيران وعلى رأسها بطبيعة الحال الملف النووي؟ لقد كانت هناك أوقات فيها المجاهدين اعتبروا منظمة إرهابية، ولكنها غيرت سلوكها في نواحي عديدة وأقنعت واشنطن والكثير من الدول الأوروبية أنها نبذت الإرهاب، ولكنها لا تزال هدف للحكومة الإيرانية. والسؤال: لو إيران أرادت أن تقوم بهجمات سيبرانية ضد المجاهدين فقط فهذا شيء، وعليها أن تتوقف عن مهاجمة دول مثل ألبانيا غير متورطة في هذا النضال والصراع بين إيران ومجاهدي الخلق. الولايات المتحدة والدول الأخرى ستحتشد وراء الحلفاء الألبانيين، وسنرى المزيد من الإجراءات في محاولة لاستهداف قدرات إيران السيبرانية في الأيام والأسابيع القادمة. شكرا جزيلا لهذه المشاركة لضيفي، كان معي من واشنطن توماس وارك، وأشكر ضيفي من طهران سيد محمد مهدي شريعة مدار، ونعتذر ضيفنا من ألبانيا لم يتسنى التواصل معه. شكرا جزيلا لكما.